ذكريات جميل. طيب نروح سريعا الاول لماتش طبعا المقاولون العرب والنادي الاسماعيلي. بدايه بمنتهى الصراحه توقعت النتيجه ان المقاولين يكسب 2-0؟ توقعت كابتن فتحي توقعت؟ والله بص المقاولين ماشي كويس قوي، والمقاولين مع الكابتن عماد النحاس في عندهم طموح وفي تكتيك وفي شغل وفي روح، في منظومه حلوه في نادي المقاولين. الاتحاد الاسماعيلي طبعا بيمر بمراحل طبعا تغيير مدربين، فالامور كلها فيها عدم استقرار، وعدم الاستقرار دائما بيبقى في نادي وخصوصا في الاجهزه الفنيه بيؤدي الى النتائج. يعني المقاولين هتلاقي تشكيله ثابت، هتلاقي اداؤه ثابت، هتلاقي عنده طموح ان هو حتى في مركز ثاني، فبيؤدي كويس جدا مع كابتن عماد النحاس. فالنتيجه انا كنت بقول النتيجه متوقعه، كنت متوقع وخصوصا يمكن حتى ماتش الاهلي والاسماعيلي، الاسماعيلي كان ظهر بصوره كويسه، ولكن النهارده انا كنت متوقع ان المقاولين يكسب الاسماعيلي. طيب التالق التونسي سيف الجزير، يعني يحسب للكابتن عماد النحاس النهارده ما كانش بيهدف ولا اي حاجه، ومع هذا هو مصر عليه طول الوقت. رايك في اللاعب ده تحديدا اللي اتكلمت عليه اصلا؟ طبعا انا شفت اللاعب ده، هو اللعيب بيطور من ادائه، واللعيب بيثبت كل فتره ان هو لعيب كويس وبيلعب في اكتر من مكان الناحيه الهجوميه وهداف. لكن عايز اقول ان عماد طوره في الاداء، يعني التمركز بتاعه كمهاجم، الجول اللي جابه النهارده لو حتى البيرو هنشوف متحرك من نص الملعب، والكره راحت للطرف اليمين وهو مكمل وراح واقف بين السرد باك والباك، بالظبط يعني بين الباك رايت والسرد باك. أيوه. وطالع التايمنج بتاعه فتحي وحطت الكره زي اللي شايطها، وريها لك بيرو وفوق ايد الحارس من قوتها قدامنا. برضك احنا لازم اشاده لعماد، يعني عماد النحاس. بص يا كابتن، دي عرضيه من امير عابد، الباك رايت، الباك رايت هو اللي عليه السبوت. طبعا. بص يا كابتن هيروح وهيطلع فين؟ زي ما يكون بقى، يعني زي ما يكون تدريب او حافظ هو بيعمل ايه، وطالع وحاطط الكره بدماغه قوي. كره جميله. وبعدين النهارده كان عامل مشكله لدفاع الاسماعيلي. كرات المرتده على فكره عماد النحاس 90% من الاهداف بتاعته مرتده او كرات ثابته. لكن عماد النهارده بيعبر عن شخصيه مدرب محترم واعد ان شاء الله في الفتره اللي جايه، بيأدي بشكل كويس جدا، طور من اداء نادي المقاولين. المقاولين بقاله كام سنه بيحاول يحافظ يبقى في الدوري. احنا شايفين المقاولين النهارده في منافس. كل الخطوط منافس، في كل الخطوط. عنده فرقه كويسه، بيلعبوا كره جماعيه بشكل كويس جدا، الدفاع بقى قوي، يعني الدفاع بتاع المقاولين بقى قوي. كنا متعودين فريق المقاولين من اول محمود بسعود بياخد كرة يشوطها، دلوقتي بيسلم بايده، بداوا يلعبوا كره جديده، كره مودرن. يعني انا هقفلك هنا يا كوتش، اتفضل يا كابتن. بص كام لاعب من فريق الاسماعيلي يا كابتن، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة. طيب في المقابل يا دوبك اللي هو الجزيري اللي جوه وامير اللي هيرفع الكورة، بالظبط، لا اكثر ولا اقل. بص يا كابتن بعد اذن حضرتك، في فرق بين انا عندي فرقة معاها جهاز ومدرب وعايشين ومستقرين، وفرقة لسه المدرب ماشي ومش عارفين في مدرب اجنبي ومش جاي كابتن ادهم هيكمل معاهم ولا مش هيكمل معاهم. لو كسب النهارده اعتقد كان ممكن يكمل، ولعب مباراه الاهلي كويس. لعب مباراه الاهلي كويس وقبل منها مكسبين ورا بعض، بالظبط. لكن النهارده اللعيبه برضك بتاع الاسماعيلي بتبذل جهد كبير جدا، ما عندهمش الخبرات توزيع الجهد في الملعب، وده اللي يمكن اثر عليهم الشوط. طب هل ازمه كابتن فتحي الاسماعيلي في دفاعه وما عندوش راس حربه؟ يعني لما تبص للتشكيل هتلاقي مشكله عنده راس الحربه، دايما عنده حيره في راس الحربه، ونفس الوضع في منطقه الدفاع، بدليل النهارده اسماعيلي دخل فيه 10 اهداف في 10 مباريات، يعني مفيش ماتش ما دخلش فيه، بالظبط كده. هي لا، هي مشكله. بص يا كابتن مدحت، ما نيجي ندرسها الكابتن فاروق يتفق معايا، مشكله اسلوب ولو 6 اهداف فقط، اسلوب لعب وتكتيك. النهارده الامور اللي مرت على النادي الاسماعيلي والمدربين اللي مروا على النادي الاسماعيلي، كل واحد له وجهه نظره، كل واحد له اسلوبه، كل واحد له تكتيكه. ولكن المنظومه الدفاعيه بتاعه النادي الاسماعيلي انا شايف ان هي منظومه محتاجه تدعيم، محتاجه شغل كتير جدا جدا في الوحدات التدريبيه. على النهارده ازاي تدافع، النهارده ازاي الكرات العرضيه، ما حضرتك قلت النهارده امير عبد بيرفع الكوره في النهارده 6 مدافعين من النادي الاسماعيلي في المقابل، في سيف الجزيري لوحده، سيف الجزيري لوحده بيخش يا سيف.